وفي الناحية الإنسانية، الأسئلة الخاصة بعائلات المحتجزين، ما الإجابات التي تقدمها الحكومة حتى الآن عليها؟ شعارات، وأبرز شعار يتم طرحه هو أن الحكومة الإسرائيلية تفعل كل ما في وسعها من أجل استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وأيضا كان هناك تكرار لنفس المقولة التي يصر عليها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت بشكل خاص، وهي أن الاجتياح البري لقطاع غزة كما يزعم هو الذي سيؤدي إلى الضغط العسكري على حركة حماس من أجل الإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الإسرائيليين أو التنازل عن المطالب التي تطرحها الحركة. لكن أسر الأسرى الإسرائيليين في القطاع والأسرى الإسرائيليون الذين أفرج عنهم من قطاع غزة يرفضون هذه الادعاءات ويصرون على ضرورة وقف الغارات على قطاع غزة، على الأقل في المواقع التي تدعي إسرائيل أن الأسرى الإسرائيليين موجودون هناك. نتحدث بالأساس عن منطقة خان يونس التي تدعي إسرائيل أن الأسرى موجودون هناك. بالإضافة إلى ذلك، ما أثار غضب أسر الأسرى الإسرائيليين خلال اليومين الماضيين ما سربته صحيفة وول ستريت جورنال عن أن إسرائيل تخطط لإغراق الأنفاق داخل قطاع غزة. أسر الأسرى الإسرائيليين استشاطت غضبا، تقول من جهة أن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن الأسرى الإسرائيليين موجودون داخل الأنفاق. الأسرى نفسهم الإسرائيليون الذين أفرج عنهم من قطاع غزة قالوا إنهم كانوا داخل الأنفاق، ومن جهة الحكومة الإسرائيلية تستعد لإغراق الأنفاق بمن فيها طبعا من قيادات حركة حماس، لكن أيضا من الأسرى الإسرائيليين الموجودين هناك. والأسئلة التي تطرح بشكل واضح ليست أسئلة بل اتهامات ومواقف واضحة توجه للحكومة الإسرائيلية بأنها لا تبالي بحياة الإسرائيليين الموجودين هناك. لذلك أصدر اليوم بنيامين نتنياهو بيانا مقتضبا جاء في شقه الأول ما بدأنا به من حديثه عن محاصرة منزل السنوار، لكن الشق الثاني تحدث عن أن إسرائيل تضغط على الوسطاء وعلى الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل إتاحة زيارة الصليب الأحمر إلى أسر إلى الإسرائيليين الموجودين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى تسريب معلومات لإذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن هدف العملية الحالية هو التي ستنتهي وفق تقديراتها بعد شهر العودة إلى المفاوضات من موقع تكون إسرائيل فيه أفضل. لكن ما تتحدث عنه أسر الأسرى الإسرائيليين أن النقاش الحالي ليس بين ظروف مفاوضات صعبة وظروف مفاوضات لاحقا بعد شهر أسهل، إنما بين التفاوض على أسرى إسرائيليين أحياء الآن وبين أن يكونوا قد قتلوا بعد شهر نتيجة للغارات الإسرائيلية. أحمد.